شو صار معهم يا ترى؟ مين؟ لا تقول يا جيت، مين بده يكون يعني أمك وأختك؟ أكيد بيكونوا دبروا حالهم سونا. أنت ما اتصلت ما هيك؟ يجيت أنت نائب بالشرطة، أكيد في 100 مشكلة ومشكلة بيمروا على راسك كل يوم. عيال كتير عم يتركوا بعضهم، وولاد رح يضلوا بدون أب أو أم. ما بيوجعك هالشي يعني؟ إيه بيوجعني. أول ما اشتغلت بعد ما تخرجت صارت معك شغلة وأنت حكيت لي عنها، ما بتتذكر؟ بتذكر قصة البنت اللي هربت من البيت. كان عمرها 17 سنة وابنها كان بحضنا. المسكينة ما عرفت شو تعمل، قتلوا أخوها قدام عيونها مشان قضية شرف وضلت لحالها. اجت لعندك والتجأت لك باعتبارك نائب الدولة وقالت لك احميني، بتتذكر؟ بتذكر. وانت حميتها مو هيك؟ شو اسم البنت؟ شو اسم ابنها؟ ألو يا تار، مرحبا. مين عم يحكي؟ كيف صحتك؟ أنت اتصلت قبل هالمرة، فيك تقلي مين أنت؟ رح تعرفي عن قريب، بس هالشي أكيد ما بيخليك تشكي بشي ولا تخافي من شي بالمرة. أنا بس حبيت أني أطمن على صحتك. أنت كنت بالأوتيل؟ تصبحي على خير. آخ يا هندان خانم، بتتذكري كيف كنتي صافة مع هالحرباية واقفة ضدي؟ أنا كتير آسفة مشانك، وشفتي هالفضيحة يلي صارت، وهلأ صرنا أنا وأنت بنفس الموقف. أنت شفتي بعينك شو قدرت تعمل وشو يلي لسه ممكن تعمله كمان. وهي جابت صفية وعلمتها واستغلت عابدين وقلبه الطيب لتساوي اللي بدها اياه. بتعرف شو تساوي؟ أفكارها ما بتخطر ببال إبليس. شربي المي تبعك. أنا ما قلت لك فوتي. وأنا ما استأذنتك أساساً. ما رح أقدر أتحملك إيديل، طلعي لبرا. فعلاً أنت بينخاف منك. لو تطلعي من راسي إيديل. أنت بتحملي، بتروحي بتتزوجي الحلاق نجدت، وبنتك بتحمل وبتولد بالبيت، وبعدها بتلاقي أمه قبل الولد. تنكشف حيلتك هالمرة، بتتزوج من عابدين الطيب. فعلاً رهيبة، برافو. بس الواحد لازم يحسب لك حساب. تركي كل شيء على جنب بس تطلعي قاتلي كمان؟ انت حاولتي تقتلي نامق وانا متأكدة من هالشي مثل مشايفتك، كمان طلعتي منها.
أنا ما شفت مخادع ومحظوظ مثلك بحياتي كلها. بس كل شيء وفي له نهاية، بتعرفي هالشي يا تارمو؟ خافي مني معناتها؟ خافي من اللي رح أعمله فيكي؟ خافي من عذابي؟ عم تفهمي؟ طلعي لبرا، ما بدي أشوف خلتك، لا تتفتلي قدامي بنوم، بعدي عني وعن بنتي، عم تفهمي إيدال؟ بعدي عني. كل شي رح يكون حلو كتير، صدقيني ايدين. يا تار انت شو عم تعملي؟ يا تار انت شو بدك تعملي فيني؟ يا تار!